واليام اليام يا من قهر وظلام، وفي لك عويساق في نشان المرشاد. ناس اسفي، ناس عبده، ناس العيطه، اليوم غنرجع للور شويه وغنطلعوا على تاريخ بلادكم الزينه وموروثكم الثقافي الشعبي اللي عطى الله ما يتقال فيه. تاريخ منطقه عبده بلاد العيون، تاريخ عنده ناس وهلو اللي صنعوه واللي مازال تذكرهم ليام وليام. داك التاريخ اللي مازال دابا تيذكر قصه امراه عبديه زيديه وقفات في وجه العار والجور والظلم في واحد النهار، وحيت هي امراه وما تقدرش السلاح كان كلامها هو سلاحها. سيداتي سادتي، لي زيدان رجال من بغيتكم ترحبوا معايا بخربوش خربوشة او حادة الزيدية او حويدة او زروالة او الكريدة. سميتها الحقيقية هي حادة، سمات بخربوشة حيت كان عندها شي تقيبات مخربشين هنا في وجهها بسبب انها كانت مريضة بداء الجداري، وتسمات بكريدة حيت كان شعرها كرد حرش، زروالة حيت كانوا عينيها زرقين. من المناضلات اللي كانت كتنتقد القياد والسلاطين، كانت سيدي معروفة بالزجل والكلمات المتقونة والكلام الموزون وحشيان المعاني، كتنتمي لقبيلة ولاد زيد اسفي. قصة ديال هاد السيدة قصة في شكل، وبغيتك اخويا تبع معايا مزيان وشوف ما تقطعش وما تنقصش العيبات لحقاش لا نقصتي فصافي غير بلا ما تتبع القصه، حيت القصه ديالها قصه مشوقه وزوينه وفي نفس الوقت تتاخذ منها عبر. فشنو القصه ديال هاد السيده هادي؟ يلا شوف، انا ملي كنت صغير، مش حتى ملي كنت صغير غير هاد السيمانه اللي فاتت ملي كنت تنصنت الاغنيه ديال خربوش، اش هاد الكلام هذا شنو تتقول؟ وانا نقول اجي نشوف اسيدي القصه ديالها شنو هي، ولكن ملي بديت تنقرا عرفت ان هاد السيده هادي عندها واحد القصه اللي مشوقه واللي خصها تقرا لينا التاريخ ديال الاعدادي، كانت خصها تقرا لينا لان هاد السيده هادي عندها تاريخ كما تنقول، عندها تاريخ ماشي غير. ففن العيطه هو واقف على خربوش، ما كاينش فنان من العيطه ما تعرفش خربوشه وما تعرفش القصه ديالها. نبداو؟ يلا نبداو، حيت دوز. قصتها غتبدا فاش غيموت السلطان مولاي الحسن سنه 1894. الحسن الاول اللي كان متبع سياسه التقشف، يعني ما نخسروش الفلوس بزاف ونزيدوا في الضرائب باش نعالجوا الازمه الاقتصاديه اللي كانت في ديك الوقت، وباش ما نحلوش الباب للتدخل الاجنبي باش ما يطراش البلاد بحال اللي طرا لمصر وتونس ديك الوقيته اللي كانت اوروبا كتحكم فيهم ماليا، صح؟ مولاي الحسن كان مناسب مع القيد عيسى بن عمر حيت كان مزوج بمرت باه، وكان هو اللي اليمنيه ديال المالي. مات السلطان مولاي الحسن وولده مازال صغير، واللي خدا الوصيه هو با احمد. كيفاش با احمد؟ شكون هذا با احمد عاوتاني؟ حنا قراونا باللي مورا مولاي الحسن فولده عبد العزيز هو اللي خدا الحكم. وي هانت تشوف، حل دماغ. السلطان الحسن الاول كان عنده 27 ولد، فوالا البكر فيهم الكبير فيهم مولاي محمد، فوالا، واللي كان معروف بمولاي العور، مولاي الاعور. العور، المهم شي حاجه بحال هكا. هاد مولاي محمد كان ديما عاوره مكحله مزرقه، ديما خارج على القوانين وخارج على الاحكام، ديما مخالف احكام. داكشي علاش مولاي الحسن ملي كان حي وصى على ولده عبد العزيز هو اللي ياخذ الحكم. احنا جايين، صبروا بشويه. دابا الوقت اللي مات فيه مولاي الحسن كان عبد العزيز مازال صغير، يلا في عمره 12 عام. تما ناضت معارضات، رجال الدوله قال لك لا سيدي، كيفاش يحكمنا واحد في عمر 12 عام بزقود؟ ومشاو لمراكش باش يبايعوا مولاي محمد، ولده الكبير. ناض هذا با احمد اللي كان هو الصدر الاعظم ولا الحاجب ديال السلطان مولاي الحسن، حيت بغيتي تقول هو الوزير الوزراء ديال الملك حسن الاول. هذا با احمد هذا كان ذكي وكان في شكل، اش دار؟ مشى سيدي نعلك جمع الجيش وشيوخ الزوايا وقال لهم زقاو الملك باقي ما ماتش، راه غير مريض دابا، راه مريض وباقي ما مات، وبزز عليهم يبايعوا الامير عبد العزيز واللي ما بغاش دخلوا للحبس، دخل لي البشر للحبس. وكان هو اللي شاد الخيوط ديال تسيير الامير عبد العزيز، يعني هو اللي حاكم من الاخر، هو اللي حاكم. اش دار؟ قال ليه راسه وفكر تشوف وتشوف السيد علاش قادر. مشى فرض الضرائب على القياد، قراو لي الفلوس، جيبوا لي الفلوس، فوالا. القياد اش غيجيبوا؟ منين غيجيبوا الضرائب؟ غادي يفرضوهم على القبائل، منهم القائد عيسى بن عمر اللي فرض الضريبه على قبيلة ولاد زيد، قبيلة اللي كانت فقيرة مكحطة ما عندها والو، قبيلة ما فيها لا فلاحة لا سيدي زكري في سنوات الجفاف. وهنا نضت العداوة بين قبيلة عبد العزيز، هنا نضت العداوة بين قبيلة ولاد زيد والقايد عيسى بن عمر، نضت مشاحنات، القايد عيسى فرض الضرائب، ولاد زيد ما عندناش سيدي منين غنجيبوا هاد الفلوس هادو؟ منين غنعطيوكم الضرائب وحنا ناس احنا المرض هالكنا، غنجيبوا الفلوس. وناضوا معاه في حرب، والقايد عيسى بن عمر قتل نصهم ونصهم الاخر دا
الحبس. القيد عيسى بن عمر العبد، واحد من كبار القياد في المغرب ديك الوقت، قيد أبان عجد، قيد الحكم من غاد السلالة بحال هكا. مقراش اللوحة في الجامع ولكن كان قافز، كان ذكي، كان السيد كان شديد أصاحبي، وشاد الحكام من صغره وفي شلة نوار والتخلوي، وهذا الشيء اللي خلى خوه الكبير يتيق فيه ويخليه خليفة ليه من بعد الموت ديالو. ومن غير القفوزية ديالو كان القيد عيسى بن عمر زهواني، زهواني عزيز عليه العيطة فيما مشى تابعينه العيون، عزيز عليه النشاط والزهق، كيسهر الليالي على فن الفن الشعبي، فن العيط، وباش يضمن ويحافظ على المنصب ديالو كقائد متحكم راه كان كيفرض على قبائل العبدة الضرائب. راه ليا الفلوس، زيد ار ليا الفلوس، كان حاكمها وقاطعها وباسو شديد في الوقت اللي الناس قاتلها الجوع. ما هي الشتا اللي ما صباتش والارض اللي نشفات والمرض اللي كثر، ووصلت بهم الحال يحيد القبائل السلاح ويحرمهم من الخيل. كملوا كملوا سيدي كملوا اشينا وا ظهريا. قدام هادشي كامل قبيله ولاد زيد هي كانت هي الشوكه اللي واحله ليه، بغات تسلط ليه والو. قبيله زيد عيا ومن سكات على المنكر، ومن سوء حظ هاد القيد هذا كانت المره اللي غتوقف ليه، كانت المره اللي غادي تقلب عليه وترد بها سفن حرق. ترد بها سفن حرق، يا شوف منين جبت هاد الكلمه، ترد بها سفن حرق يعني دير لي الارير غتعلى لي الثور ما غاديش يبقى فاهم. كانت هي خربوشه المره العبديه اللي غادي تكرهه في العيون. واو 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 واو. كانت هاد خربوشه شيخه، لا 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 ماشي شيخه طراك، لا شيخه بالمفهوم ديالها الثقافي، مراه كتنظم الكلام، مراه فحله وقفات في وجه الظلم وفساد السلطه وقالت في الظالم كلام عمرو سمعوا. شو الناس، شو الثقافه، ما خدتش العيطه من جهه النشاط والزهو والحيحه ولوز تفوز، لا، وانما وسيله خداتها خربوشه وتقناتها ونظمات كلامها وعزلاتها باش تفيق الضمير ديال قبيله ولاد زيد، تكون فيهم الهمه والحرقه وينوضوا نوضه وحده، وقفه رجل واحد بنظام وانتظام. في نفس الوقت كانت تقول في القيد عويسة اللي ما يسوى، وكتعايروا بالنكد اللي عايشهم فيه، كانت كتشوه السمعه ديالو بغناها، وكتقول وكتغني سير عيسى بن عمر أوكل الجيفة أقتل خوتو أمحل الحرام. ويلي ولا باس ولا باس ولا باس هاك الدق بلا قرطاس. كانت كتعطيه الدق بلا قرطاس، كانت كتعطيه العويسير. وهنا المخزن والقيد عيسى بن عمر في خبرهم كل شيء عارف منها هي تقول هذا الكلام، وكانوا ناويين على خزيت من الاول مع خربوش. اش دار القيد عيسى بن عمر؟ دار مكيده يعني دار واحد اللعيب، واحد الحيله، واحد تقوليبه لقبيله خربوشه يشدهم فيها. كتبع داك الناس فوالا، صيفط لهم واحد المرسول يتلاقاو النهار الفلاني باش يعقدوا الصلح، واللي عنده شي كلام يقولوا. ولاد زيد داروا النيه ونساو باللي عيسى ديب وكيتسنى غير امتى يخوي لهم الجناب. تافش كان نواري نواري نواري. نهار تلاقاو وغدرهم عويس وقتل الزعيمية والناس الكبار ديال قبيلة ولاد زيد وهرس جهدهم. وهنا خربوشة عرفت راسها في خطر، جمعات حويجة، جمعات شطيطها، مشات لدار عند خوالها، مشات عند دار خوالها الشاوية، تحية الناس ديال الشاوية، وتبعها القيد. القيد ما مزاقلش، تبعها ولكن ما بغاوش يعطيوها ليه، قال لي لا ما نعطيوهاش ليه، راك لي السلطان عبد العزيز الملك. السلطان عبد العزيز ساق الخبر ووصى عليها تجي لدار المخزن، تجي لعندو لدار المخزن وصيفط مرسول باش يجيبها، صيفط مرسول باش يجيب. ولكن عيسى حلف لا فارقها. اش دار؟ صيفط واحد الرباعه اللي تلفات هذاك المرسول، تلفاته وخد منه خربوشه اسيره وجابوها ليه حتى لدارو دار عيسى. دابا هو حالف عليها، باغا يمتشد ها هو شد فوالا شدها دخلها للحبس. الحبس كان الحارس ديالو واحد السيد سميتو الشايب. هي فاش كانت كتقول القيده خربوشه كانت كتقول يا شايب قولوا للشايب راه نفرق عيب. هذاك الشايب وصاه قال لي عذبها محنها. حتى هو الشايب حتى هو ما خلاش من جهدو. المهم السيده تعذبات، طاحت في يدو وما رحمهاش، ما خلات، ما زوقت بيه، زوقاتو في بنته اللي عزيزه عليه وقالت هادشي راه كله بالغنى. ها السعديه طلبي ولدك عليا الا وتيت ما صوتي، ها السعديه طلبي بوك عليا الا وتيتي سامح ليا، واخا قتلني واخا خلاني راني مندوز بلادي راني زيدي يا. وزادت زوقاتو بولادو اللي كان سميتهم احمد ودريس. ها هو يا سيدي احمد، ها هو يا حاش العيون، ها هو ها هو دريس يابا، ها هو يا سيدي دريس، ها هو يا تاع الكويس، ها هو ها هو. ومرة أخرى زوجاته بالأولياء الصالحين. نسالك بلي معاشي سيدي أحمد مول الزيتونة، والقدميري سيدي عمر مول الحمرية، والتيجاني سيدي أحمد مول الوظيفة، والو ما حنش فيه. وهنا نهاية القصة ديال خربوشة مع القيد عيسى بن عمر، غتختلف الروايات عليها وغتوصلونا بزاف ديال الأقاويل عليها. كاين اللي تيقول أن القيد عيسى بن عمر ولا تيبغيها، أحبها، هي لافر، كان تيبغي ولا تيبغيها بهال الشخصية ديالها، البيرسوناليتي ديالها، هاد الذكاء ديالها
ديالها الحاد خلى القايد عيسى بن عمر انه يولي يبغيها. ناض قال لي راني نتزوج خربوشه ما حاملاش باغا امتى تصفي عليه باغا امتى تقتل. مشات صاحبات مع واحدة من الخدم ديالها جبت لها السم وقالت لها نهار العرس ديالك صفيها البابا. وعلى ما قالوا نهار العرس كانت غتكب ليها سيدي السم في الحليب ويطيح لها ديك اللعيبه طاحت لها ديك التويشيه هذه قايد ديك الساعه ما دمجت. اجي لي راسه قال لي راسه انه يقول لها نوضي غني لينا. كيفاش غنغني في عرسنا في عرسنا غني واش قال لها نودي غني انا هو القايد عيسى بن عمر انا هو نودي غني 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 جرح اللي بغيت. نهضت بحال هكا وبدات تغني ديك الاغنيه ديالها المشهوره الناس معها حافظين الاغنيه ديالها بدات كتعطي في الدق بلا قرطاس. في نهار عرسو تتقول لي سير عيسى يا وكال جيفا يقتل خوتو يا بحال الحرام ما تسرطتش ليه ما تسرطتش ليه. نهار هزتها للشيب نضها للشيب حارس للحبس قال لي شوف محيها من الدنيا صفيها لها ورا الشيب اش غادي يدير وغالا باش قتلها بقات يجلد فيها عذبها مزيان قتلها. الرواية الثانية اللي وصلتنا احنا حبينا انا نقولوا الرواية بثلاثة باش للأمانة تاريخية باش نقول قد تتعورط به وخصوصا مني عورطت به بنته العزيزة عليه عيسى بن عمر فكر بعقله وحن قلبه. هو يوصل الشايب قال لها خرج لي ارى لي نهضر معه. الشايب جاوبه وقال لي راه قتلت. كيفاش قتلتها شكون اللي قتلها؟ عيسى طلع عليه واحد الدم ما كاينش جات واحد الحسرة على حويد علاش ناض جلد لي الشايب جلدو جلدو صلخو صلخو صليخ الحواله حتى ما بقاش قاد يهضر. دونك الرواية الثالثة يقول انا ما كاين حتى لا هذه لا ديك ما كاين لا حب لا انتقام لا سيدي زكريا هذه غير زادوها من عنده. وتيقول باللي عيسى بن عمر مني جابها من عند خوالها صافي بنى عليها واحد الحبس تخيل يحطوك ويبنيو عليك ربعه ديال الحيوطه والسقف ما كاين حتى ثقبه باش يدخل الهواء. وهكذا على ما قالوا طرا الخربوشه وبقات هكا حتى مات. فوالا دابا سدينا هذا الملف هذا ديال الخربوشه هي والقصه ديالها مع القايد عيسى بن عمر وغادي نساليو دابا. وصلنا 500 ابوني 500 ابوني اللي جيت تعرض عليهم غتخسر بزاف ديال الفلوس الا بغيتي تعشي ياك اجدرنا شنقول سي دلات. الهدف ديالنا هو اننا نخلقوا واحد العائله اللي الهدف ديالنا هو ان نشاركوا المعلومات نتفاركوا كاع الحوايج اللي باغي نفيدوا بها الاخرين. من بعد غادي نهضروا على شخصيات اخرين شخصيات اللي خلقوا جدل. ما كرهتش انا تعطوني اقتراحات ديالكم شنو اللي تعجبكم شنو اللي ما تعجبكمش. حيت القناه هذه ماشي ديالي انا ديالكم نتوما الناس اللي مشتركين هما نتوما غيكون في هذاك الشيء اللي بغيتو نتوما يكون صافي صافي هذا هو الميساج ديالي. وشكرا لكم بزاف شكرا على الدعم ديالكم شكرا على الكومونتيرات ديالكم شكرا حيت نتوما اللي خليتوا هذه القناه هذه توصل 500 ابوني. انا بالنسبه ليا بالنسبه لي تقدر تكون 500 ابوني شي حاجه قليله ولكن انا بالنسبه لي انا شي حاجه اللي مزيانه شي حاجه اللي كتشرف لانه انا ما عنديش ما تنسبونسوريزنيش ما تنخلص فلوس على قبل المشاركات. شكرا لكم بزاف بزاف كنبغيكم بزاف تحيه لكم السلام عليكم. فكان ليه فيك اساسي اللي تقرر السؤال ديالكم نتوما شنو اللي كيدير فيه.